تدري هذا الشخص هو موجود في نظام قانوني، هذا النظام القانوني يعطي حصانة مطلقة للقضاة. يعني في مدرستين رئيسيتين بالعالم بمسألة حصانة القاضي، يعني نحن ننتمي إلى مدرسة الحصانة النسبية، نعطي للقاضي حصانة ولكن في حدود معينة. نعم. الأمريكان والإنجليز حصانة القاضي مطلقة. أنت في ظل دولة تعطي للقاضي حصانة قضائية مطلقة وتؤمن بهذا الفكر وتتجاوز على قضاء دولة أخرى بهذه الطريقة، هذه يعني مسألة لازم نضع أمامها ألف علامة استفهام وعلامة تعجب. البعض لا يستشعر خطورة مثل هكذا تصريحات. أنا أقول خطرة، وخطرة جدا. هي ليست خطرة من حيث الآثار التي ممكن أن ترتبها على القضاء العراقي أو على شخص الدكتور فائق زيدان رئيس، نعم، رئيس مجلس القضاء الأعلى. لا، مو هذه الخطورة. الخطورة أنه أنت ما سمعت يوم أنه القضاء يكون مادة للانتقاد أو القضاء يكون مادة للهتك. ما ممكن. نعم. لأنه القضاء لا في الداخل ولا في الخارج، جميع المواثيق سواء كانت القوانين الدولية أو القوانين الداخلية لا تسمح لك مطلقا، ما لها علاقة بحرية التعبير، مش حرية التعبير. أنت ما تتكلم عن حكومة ولا تتكلم عن أداء حكومي، أنت تريد تتكلم عن قضاء. القضاء من تريد تنتقد أداءه ما تنتقد أداءه بحجة تعبيرك عن رأيك، فقط يعلق على القرارات القضائية في البحوث العلمية، والقرارات القضائية محل للطعن بموجب طرق الطعن المقررة سواء كانت بها بالدولة سين أو بالدولة صاد. أما أن يكون القضاء مادة للانتقاد ومادة للتجاوز بحجة حرية التعبير مثلا، أبدا، هذه الحجة ساقطة بموجب القوانين الدولية وبموجب القوانين الداخلية. طيب.